عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وعلى ما يرام. سمحوا لي عندي بزاف ما قدمت لكمش وما نزلت لكمش فيديوهات لانه كنت ظروف الشغل والعمل وما عنديش الوقت، ومازال في التعب، تعب تاع الجري، اجري من هنا اجري من هنا اجري من هنا، القضيان القضيان بيان سور، لا بوف، لي زونفون، لي كورس، الخدمه توت لا سيمين، اسبوع الشغل كامل، نهار كامل الشغل، الصباح على بالكم الانسان تنوضي تدي توجدي دراري، توجدي روحك، تبريباري لي زافير تاعك باش تروحي تخدمي، دراري باش يقراو وسي، كي تعاودي تولي للدار بيان سور تولي طايبه تولي عيانه، وكي تولي للدار تلقاي شغل واحد اخر يستنى فيك. دي بتي تروك مي بوكو دو شوز او ميم طون على فوا، دي تاش افير اوبليجي، سي ان باساج اوبليغاتوار، دراري ثاني يكونوا عيانين، بسيكولوجيكمون ثاني تكون النفسيه تاعك ربما تعبانه من الخدمه، من شغل، من الطريق، لو تراجي اوسي، وكاين سي عباد برا اليكستيريور يعيو شويه، دونك بالك تقدري تخرجي فرحانه من دارك صباح تلاقي مع شي عباد، سواء في الخدمه سواء في التراجي تاعك، تقابلي شي ناس ربما يطيحوا لك كامل المورال، ربما تكوني اون بون هيمور، تكوني نفسيه تاعك تكوني كالم، تكوني بيان، بصح تلاقي معاك شي ناس شغل زعما شغل ينرفوك شويه، يديروا لك ستريس. دونك فوالا، كامل لا سيمين الشغل والحمد لله، بصح فيها التعب بزاف، ولي ويكاند الويكاند او الاسبوع، يومين في الاسبوع، نهارين كما يقولوا في الاسبوع، او دو جور دون لا سيمين هو الويكاند، يعني ايام الراحه الاسبوع. ما ريحتش اليوم البنات لانه رحت باش ديبوزي بيان سور لو دوسي دو باسبور، مي قالوا لي ما جبتيش الورقه باش ما يعني كان فيه خلل، فيه مشكل صغير مي نوعا ما كبير، مي ان شاء الله السمانه الجايه تو با رونتري دون لوردر ان شاء الله. هذه هي، وان شاء الله ربي يجير التاويل. فوالا البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم السبت، غدوه الحد، غدوه شويه تاكي لو غو ميناج على ميزون، غدوه ندير تنظيف سريع كبير معمق وعميق، وايضا مالغري الشغل مالغري التعب مالغري كلش، مي اوني اوبليجي. فوالا هذه هي، فوالا حبيت نقول لكم البنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وعلى ما يرام. انا الحمد لله راني بخير. ديروا لي لايك البنات سيفو بلاي بوغ ميدي، باش تعاونونا شويه بو نو زونكوراجي. فوالا، حبيت نوري لكم واحد البرودوي، واحد المنتوج اللي هو فعال افيكاس، وان شاء الله تشروه الى عجبكم. انا مجرباتو عجبني بزاف، حبيت نقدمه لكم وحبيت نوريه لكم، جربته وعن تجربة عجبني بزاف لأن جربته، ودوك نوريه لكم. هو سي اون فادير سي ان برودوي، منتوج تجميلي، برودوي بوتي اللي هو ينزل في الشعر للحصول على شعر جذاب جميل رائع مذهل، وايضا كيبغي كيدون دو دبري دو لا بريونس، وثاني يكون يهلهل وحده شعر يكون يعني شباب بزاف 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 ما شاء الله. دونك باش تعاوني شعرك على يعني باش تعطي له الحيويه، وبيان سور على بالنا كامل بلي الشعر نتاعنا حي كيما النبات، لازم نعتنوا به لانه يتغذى. فمن ذاك صح كاين وصفات لي غرومير او وصفات الجدات اللي هما منتوج يعني وصفات طبيعيه، دي روسيت ناتوريل اللي هما تري افيكاس او فعالين. انا ما عنديش الوقت باش نعتمد على تحضير الوصفات الطبيعيه 100% وصفات الجدات يعني الوصفات التجميليه الطبيعيه 100% لانه ما عنديش الوقت اونتر غيمي. على هذيك نضطر باش او شو بليجي داشتي، نضطر باش نشتري المنتوج اللي يباع في المحلات. من بين هذا المنتوجات، المنتوج هو اللي مساعدة تصفيف الشعر وللحصول على شعر يعني لتغذية الشعر، ولأيضا
منتوج يعني رائع 100%، مجرب ومضمون، وننصحكم انك تشروه. اللي هو بيان سور دوك نجيبوكم تشوفوه، شريتوه من عند لا معيشين في فرنسا، شريتوه من كارفور دو شي كارفور، تروحوا في ليغيون تاع شهر بيان سور تو. المهم جو با فو انديكي فو دير او اكزاكتومون، مي روحوا سقسوا عليه شوفوا حوسوا عليه تلقاوه وتشروه. جاريف فوالا البنات، هذا هو كما راكم تشوفوا راه فوالا. دونك واسمو لو بيتي اوليفيي، سي ان ديميلون سون رينساج سون نوتريسيون، ويل دوليف كاريتي ارغان ديميل نوري ريبار سون سيليكون. بمعنى واسمو لو بيتي اوليفيي، سا ديمال لي شيفو، يعني يساعد على ترطيب الشعر بلا ما تشمخي شعرك، لستي مضطره لتبليل الشعر. سي سوان هو علاج، يعني علاج ويغذي الشعر بنسبه عاليه جدا، مصنوع فيه يعني من تركيب فيه لي زانغريديون اللي هما زيت الزيتون واللي هي ايضا معروفه، كاريتي ما عرفتش نهضرها بالعربيه وشنو هي مي كاريتي، المهم هو يعني بتام برودوي ارغان او زيت ارغان، اللي هو زيت ارغان معروف، يعني هو من ذو جوده عاليه رفيعه، ويعني يدخل من بين التركيبات المعالجه للشعر اللي هي فيها يعني كثير من الفوائد، يعني كما قلت لك يغذي يرطب ويعالج الشعر، يعني ثلاث تواز ايتاب يعمل على عنده ثلاث فوائد، يعني 3 en 1 فوالا. ما فيش سيليكون، ما فيش مواد خطيره او اي شيء. نحتاج نقول لكم جربوه، راه مليح بزاف. تنوضي صباح تمشطي شعرك، تصفي شعرك، تحوسي ديري التسريحه اللي تعجبك وتعجبك كامل على شعرك، اوكي، تفشفشي على شعرك وتصفيه، تصفي فينا شعرك كالعاده والعوايد بيان سور. تقدري تقردنيه، تقدري كيما تحبي كيما هو لك سيدتي انستي. وهذا الكريمه اللي شريتها من محل اخر اللي هو معروف في فرنسا، اللي هو اكسيون، اللي هو بيان سور يضرب به المثل، اكسيون هو من بين اجمل واروع ومن افضل المحلات هنا في فرنسا، تاع الزواوله تاع المرفهين تاع كامل الطبقات، المرفه الزوالي والفقير واللي ما عندوش واللي عنده خلطت وجلطت. المهم هنا في فرنسا ما كاش اكسيون، ما كاش عنده ما عندوش، زوالي يعيش، اللي ما عندوش يعيش، اللي عنده يعيش، ما كاش يعني اختلاف. الاغنياء ما يتخبروش على الفقراء والزواوله، يعني قد ما تكوني اي طبقه تكوني عادي جدا تعيشي باللي عندك باللي ما عندكش فوالا. دونك هاد الكريمه اللي راكم تشوفوا فيها شريتها من اكسيون، مصنوعه فيها بارفان تاع نوت كوكو او جوز الهند، اللي تحب جوز الهند. هذه لما بيان سور تدوشي، لما تعملي حمام، فانك يعني تجوزيها على الكور ديالك او تطلي بها بيان سور جسدك او جسمك، وتخلي فيك واحد الرائحة يعني لذيذة، واحد العطر نكهة تكون يعني مميزة، وأيضا فيها نقدر نوصف لك اللي هو فيه النظافة، فيه يعني تكون عطر منعش ونظافة وفوالا، ورائحة يعني خفيفة وظريفة فوالا. دونك كما قلت لكم جوز الهند اللي عشاق جوز الهند فوالا. واسمو بودي كريم، بودي كريم، وما يسواش غالي. لهنا راني وريت لكم زوج منتوجات شابين بزاف اللي انا مجربتهم منا وجاي، ان شاء الله راح نزيد نشوف نجرب ايضا منتوجات اخرى اللي عجبوني بيان سور، نوريهم لكم نجربهم ونعطي لكم رايي فيهم. لعجبوكم سواء تاع الشعر سواء تاع لو كور،
comme vous voulez. En tout cas, voilà, هذو هما لي دو برودوي كو جي تيستي جي ايسيي ومن بعد عطيت لكم لافي تاعي او الراي بمعنى مون افي ا موا ستادير كيفاش يقولوا رايي فوالا رايي انا في هاد المنتوجات اليوم السبت غدوه الحد مخمم من داك ندير لكم ان شاء الله فيديو اخر من هذاك الوقت لهذا الوقت راني شويه طولت مي بون سي با غاف المهم نسي كيفاش نربح الوقت باش نسي كيفاش نبحث على الوقت ونلقى الوقت نصيب الوقت باش نشتغل على يعني فيديو ونحطو لكم ان شاء الله تدوم المصداقيه والتواصل ان شاء الله والدعم 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 احبكم في الله خليتكم في الامان يومكم مبارك سعيد تحيه طيبه مباركه اليكم جميعا فيما كنتم صديقاتي حبوباتي خياتي مشتركات دولي الاوفياء خليتكم في الامان الى اللقاء تحيه صديقه اليكم من اعماق القلب ونقول لكم شجعوني دعموني وتكون الاستمراريه ان شاء الله نكون في المستوى ان شاء الله باذن الله كامل اللي دخلوا عندي وخليوا لي تعليقات اللي عندهم القنوات كلهم راح ندخل عندكم ان شاء الله وراح نعلق وراح نعاونكم باللايكات اكيد راح يدوم التواصل بكل مصداقيه 100% والحمد لله واللي ما عندهمش قنوات نقول لهم تحيه لكم من القلب جميعا سواء اللي عندهم قنوات سواء عندهم قنوات تحيه من القلب لكم جميعا اللي مازال ما دخلوش يشتركوا نقول لهم لعاتكم الفيديو لعاتكم القناه انضموا الى الصفحه مرحبا بكم شرفتوني وهذا بالاشتراك تدقون على الجرس حتى يلحقكم ويوصلكم كل جديد من فيديوهاتي وايضا ان شاء الله تعاونونا ودعمونا باللايك يعني في ميتيان تو بيتي بوسي فو بلاي لايك لا فيديو شكرا على المشاهده والمتابعه وقوا اوفياء نحن لكم ولا انتم لنا دامت الصداقه ان شاء الله ربي يبارك لكم في صحتكم وطول في عمركم وشكرا لكم والى اللقاء سلام